خلال افتتاح دورة تكوينية بالرباط حول موضوع حماية المبلغين ومكافحة الفساد، أكد وسيط المملكة محمد بن عليلو على وجود علاقة وثيقة جدا بين مهمة الأومبودسمان وتعزيز نزاهة الخدمات العامة التي تجعل منه مكلفا بشكل أو بآخر بحماية المبلغين في سياق مهام الدفاع عن المصلحة العامة وتعزيز الإدارة الجيدة وحماية الشفافية. السيد بن عليلو شدد بالمناسبة على أن موضوع حماية المبلغين يعتبر من بين المواضيع التي تجسد الاختلاف المنهجي في وجهات النظر حول التعاطي مع مكافحة الفساد ودعم الشفافية. مؤسسات الأومبودسمان عبر العالم طورت اختصاصات جد مهمة وآليات فعالة لحماية المبلغين عن الأفعال الماسة بالنزاهة والشفافية والتخليق حتى وإن لم تصل إلى درجة التجريم. هذه مناسبة لنوجه دعوة مباشرة إلى القائمين على الشأن التشريعي لإعادة قراءة النص القانوني الحالي في اتجاه توسيع هذه الاختصاصات. ويناقش الخبراء المشاركون في هذه الدورة التكوينية المنتمون ل19 دولة محاور ذات الصلة تهم تقديم عام لمختلف أنظمة حماية المبلغين عن الفساد ومصاحبة المبلغين عن الفساد خلال مسار التبليغ وأثناء التحقيق.